السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا من قناتنا سيكشن اونلاين مع حل الشيت شابتر 1 من مادة الالكتريكال ماشين. في المسألة الأولانية مدي لحضرتك ماجنتيك سيركت، بيقول لحضرتك ان الريلاكتنس بتاعت الماجنتيك سيركت ديت، يبقى احنا بنحل مسألة رقم 1 الريلاكتنس بتاعتها 1500 امبير تيرن على الويبر. وما تنساش الوحدات الله يكرمك وانت بتحل في الماشين. وذا كويل از ويند اوف، عدد اللفات بتاعت الكويل بتاعك هو 200 تيرن، مصنوع من الألمونيوم ويمشي فيه تيار 3 أمبير. لما بنوصل البطارية قوة الدفع الكهربية بتاعتها 24 فولت. أول حاجة عايزها مطلوبات سهلة، عايز يجيب الكور فلكس، تاني حاجة عايز يجيب الريزيستنت أوف كويل. الريزيستنت أوف كويل في ثانية، أي ريزيستنت عبارة عن فرق الجهد هتقسمه على التيار، يبقى 24 على 3 يبقى بالنسبة لك 8 أوم. طب الفلكس احنا معناش غير قانون واحد اللي هو بيقول لنا الـ N في الـ I بيساوي الماجنيتوميتو فورس بيساوي الريلكتنس في الفاي. فانت عند حضرتك عايز تجيب الفاي، تربط ده مع ده، هيطلع بالنسبه لك الاي اللي هو 3 نضربه في عدد اللفات اللي هم 200، ادي 600. 600 نقسمها على الريلكتنس 1500، يطلع لحضرتك تيارنا صفرين مع صفرين 6 على 15 ويبر، اللي هي المكافاه ل تقريبا الرقم معانا يطلع 4/10 ويبر، بحيث اللي انت لو قسمت على التلاتة فوق تبقى 2، والاتنين تحت 2/5 ب4/10 ويبر كده. دي بالنسبة للمسألة الأولانية. نشد خط ونحل المسألة رقم 2. المسألة رقم 2 بيقول لك ماجنيت السيركت مكونة من شيت ستيل، أكيد لو في جدول ولا حاجة يهمني نعرف نوع المادة، واللينس بتاعك 1.3، فاللينس بتاعك 1.3 متر، والكروس سيكشن اريا بتاعت حضرتك هي عبارة عن 24/1000 متر تربيع. طالما متر ومتر تربيع خلاص متظبطين. وعندك ملف مكون من 50 لفة، والملف ده ملفوف على مقاومته 82 اوم، وملفوف حول رينج اللي هو بالنسبة لك ده، وبيمشي تيار الاتنين امبير لما بيتوصل ببطارية. The reluctance of the core مديك الريلكتنس بتاعت الكور هي حوالي 7/4/25، يبقى الريلكتنس بتاعت الكور هي عبارة عن 7/4/25. ديترماين اول حاجة عايزك تجيبها هي الفلكس دينستي، عايزك تجيب البي. رقم 2 عايزك تجيب الجهد المتطبق عشان تمشي حاجة زي كده. عند حضرتك الجهد المتطبق ومعاك مقاومة وتيار، يبقى انت بتهزر، ادي 2/82 تطلع معاك 1/64 فولت، على اساس ان البطارية حسب ضرب التيار اللي مشي هيبقى مضروب في المقاومة اللي عند حضرتك. طب الفلكس دينستي البي هي عبارة عن فاي على ايه؟ انا معايا الايه، لو عرفت اجيب الفاي انا عرفت اجيب البي. طب ما انت عند حضرتك برضو بنفس الموضوع، الماجنيتو موتو فورس من اليمة دي هي ان في اي، ومن اليمة التانية هي فاي في الريلكتنس. طب ما انت عند حضرتك الريلكتنس 7/4/25 والفاي دي انا عايزها، ومن اليمة دي التيار باتنين في عدد اللفات 50، تعرف تجيب لي الفاي؟ تقول له اه. الفاي هيبقى عبارة عن 100 على 7/4/25، يطلع معانا الفاي بالرقم. لما نيجي نقسم عند حضرتك البي هتبقى عبارة عن الفاي على ايه، الفاي على ايه هتطلع لنا حوالي 56% تسنة. ده بالنسبة لحضرتك الناتج النهائي اللي هو الفلكس دينستي اللي كان عايز. ممكن نحل المسألة رقم 3، نمسح الجزء ده ونحل المسألة رقم 3. فعند حضرتك المسألة رقم 3 بتقول لحضرتك ماجنتيك سيركت اللينس بتاعها هو عبارة عن 1/4 متر، والكروس سيكشن اريا هو عبارة عن 25/100 متر تربيع، وعند حضرتك عدد اللفات بتاعت الكويل 140، والمقاومة بتاعتك 30 اوم. ديترماين ذا فولتج ابلاي، ومديك عند حضرتك عايزك تجيب الفولت، ومد الفلكس بالنسبة لك او الفلكس دينستي، مد لحضرتك الفلكس دينستي 1/56% تسلا. ذا ريلكتنس اوف ماجنتيك سيركت مديك الريلكتنس كمان هي عبارة عن 7/6/8 امبير تيرن على الويبر. اما انت عند حضرتك بي و ايه، تعرف تجيب لي الفلكس؟ تقول له هو الفلكس عبارة عن بي في ايه اللي هو 1/5/6 نضربه في الربع، يطلع لحضرتك حوالي 39/100 ويبر. والفلكس لما نضربه في الريلكتنس يدينا ال N في الاي، والفلكس معاك اللي هو 39، والريلكتنس معانا 7/6/8، والان معانا 140 تر في الاي. تعرف تجيب الاي؟ تقول لي اه. الاي
يطلع عند حضرتك حوالي 2.1394 امبير. تعرف ساعتها تجيب الاي، تقول الاي هي عبارة عن الاي في الار، تضرب الاي اللي هو ده تضربه في المقاومة 30، يطلع معاك 64.182 فولت. كان طالب عند حضرتك ايه بالظبط؟ كان طالب ديترماين ذا فولتج كذا، بس ما كانش عايز اي حاجة. لو عايز تجيب الماجنيتوموتو فورس هي عبارة عن الان في الاي، يعني هتضرب 140 في الاي اللي انت جايبه 2.1.3، يطلع حوالي 299.52 امبير ترن. ده بالنسبة لمسألة 1 و2 و3 و4. نكمل المسألة رقم 4، مديك فيرو ماجنتيك كور. وقلنا فيرو ماجنتيك ليه؟ الناس لو اتبع الشرح معمول على شكل دونت. دونت ده بيبقى اللي هو الدونت اللي انت بتاكله، تبقى حاجة زي كده بالظبط. هذا كروس سيكشن اريا، الاريا بالنسبة لك هي 1100 متر تربيع، والافريج لينس بالنسبة لك هو عبارة عن 1.4 متر، والبرميابيليتي اوف ذا كور الميو هي عبارة عن 1.206 × 10^3 ويبر على امبير تيرن في متر. ديترماين ذا ريلاكتنس، حاجة بديهية جدا، عايز تجيب الريلاكتنس. ما الريلاكتنس هي عبارة عن ال على ميو في الايه، تعويض مباشر 1.4 × 11^11 تضربها في 1.206 × 10^3 تطلع معاك الريلاكتنس عبارة عن 10553.29 امبير تيرن على الويبر. يمكن ده أصعب حاجة في المسألة دي هي الوحدات، المسألة قانون مباشر ما فيهاش أي مشاكل. نيجي المسألة رقم 1/5. في 1/5 مديك ماجنتيك سيركت، المين لينس بتاع اللينس بتاعها 8 من 10 متر، والكروس سيكشن اريا بالنسبة لك هي 6 من 100 متر تربيع، والريلاتيف برميابيليتي يعني الميو ار بتاعت المادة كذا، دي دايمنشاليس ملهاش وحدة، والكور بتاعك ملفوف عليه 340 تر، والمقاومة بتاعت حضرتك 64 ohm، والمصدر الاي بتاعت حضرتك تقريبا 56 فولت، هي مش واضحة قوي بس هي 56 فولت. determine the flux density in the core، عايز تجيب الفلكس density اللي موجود عند حضرتك في الكور بتاعك. مفيش اي مشاكل، عشان تحصل على الفلكس دينستي معروف اللي انت هتروح تجيب فلكس وتقسمه على الكروس سيكشن اريا، ده اهم حاجه اللي انت تكون عايزه، والكروس سيكشن اريا موجوده، يبقى انت محتاج اللي انت تجيب الفلكس بتاع حضرتك. برضو هنشتغل من عند ان الان في الاي بتساوي الماجنيتو موتو فورس اللي هي بتساوي الفاي في الريلاكتنس. الان جاهزه عند حضرتك 340، الاي جاهزه مش مطلعه من المعطيات، ولكن معايا اي وار تعرف تقول ان هي 56 على 64، كده انا جبت الاي بيساوي من هنا الفاي اللي انا عايزها في الريلاكتنس. الريلاكتنس برضو مش جاهزه، ولكن انا عارف ان هي ال على ال اللي موجود على الميو في الاي، الاي موجوده والال اللي موجوده. الميو مش جاهزه، هي مديني الميو ار، تقول لي ان الميو هي عباره عن الميو نود في الميو ار، تطلع عند حضرتك بالنسبه لك ان الريلاكتنس ك ال على ميو في ايه، تطلع معاك حوالي 4.896.32. كل اللي انت عايز تعرفه من هنا اللي هي طبعا امبير تيرن على الويبر، اللي انت اول حاجة حسبت الريلاكتنس، بعد كده هتعرف تجيب الفوي. نعوض هنا، بعد ما جبنا الريلاكتنس تلاقي ان الفلكس بالنسبة لك طالع ب6 من 100 ويبر، بعد ما احنا ما ظبطنا ان انت جبت التيار بالنسبة لك. التيار لو انت عايز الفاليو بتاعته 56 على 64، تطلع معاك 8.75 من 1000 امبير، جبت الفلكس. بعد كده انت عايز الفلكس، تقول لي الفلكس اقسمه على الكروس سيكشن اريا، يبقى انت بالنسبه لك البي بالنسبه لك الفلكس دينستي 1 تسلا، هو ده اللي انت عايز تجيبه. يبقى انت اول حاجه رحت جبت الريلاكتنس، ومن الريلاكتنس جبنا الفاي، ومن الفاي جبنا البي اللي هي عباره عن فاي على ايه. دي بالنسبه لفكره المساله رقم 5. نيجي للمساله رقم 6. المساله رقم 6 مد لحضرتك ماجنتيك سيركت زي ما هي واضحه في الشكل ديت، ومد لحضرتك ان الطول بالنسبه لك هو 52 سنتي، يعني 52 من 100 متر، ومد لحضرتك كروس سيكشن اريا اللي هي تضربها في 10^4 يبقى 18 من 10000 متر تربيع، واللينس بتاع الارجاب، لينس ارجاب هتبقى عباره عن 14 من 100 سنتي، يعني 14 برضو من 10000 متر.
ديترماين ذا باتري فولتج، عايز تجيب الاي بتاعه البطاريه، مش هملهاش سكه غير اللي انت تقول لي هي عباره عن اي في ار، ومديك من على الرسم الان بتساوي متر، ومديك كمان المقاومه حوالي 64 اوم. نكمل. ديترماين ذا فول ذا باتري فولتج ريكوايرد تو اوبتين ا فلكس دينستي 1.2 ان اير جاب. هو مدي لحضرتك ان البي في الاير جاب ب1.2 تسلا، وانا قلت لك الحل بيبتدي من عند الاير جاب. اول ما تبقى في اي مساله فيها اير جاب فكر في الاير جاب على طول. مديك البي جاب تمام، ومديك حاجه تانية ان الكروس سكشن اريا، وانت عند حضرتك هنا شكله هوموجينيس، يعني هو نفس الكروس سكشن اريا. فنستفيد ايه على طول؟ تقول لي انت معاك الايه ومعاك البي جاب، ما تعرفش تجيب الفلكس. تقول لي هو الفلكس هو عباره عن البي جاب في الايه، والفلكس ده فلكس توتال، لان انت عارف ان الاير جاب بتعدي الفلكس اللي ماشي في الدايره. فمن هنا يبقى انت الخطوه ديت احنا رايحين رحنا نجيب الفلكس بالنسبه لك. طب الفلكس بتاع الجاب هيطلع معانا حوالي لما نيجي نضرب الاريا في البي جاب، يعني هتضرب الواحد واتنين من عشرة في 18 من 10,000، تطلع معاك الفلكس بتاع الجاب 2.16 × 10^3 ويبر. ده الفلكس جاب، وهو بالنسبة لك الفاي توتال. انت ما زلت عايز تجيب الاي، فما ننساش احنا هدفنا ايه. احنا هدفنا ان الماجنتو فورس توتال هي بتساوي الان اي في اليمادي وبتساوي الفاي في الريلاكتنس. فوالله لو عرفنا نجيب الجزء ده، او هي بتساوي اتش اف ال، ايا يكن اللي انت تقدر تحسبه منه مفيش اي مشاكل. فاحنا دلوقتي عرفنا ان احنا نجيب الفاي اللي ماشي في الدايره كلها، يعني عرفنا نجيب الفاي توتال. قدامك حاجتين، يا اما نجيب الريلاكتنس بتاعه الدايره كلها اللي هي الريلاكتنس توتال، اللي هي بالنسبه لك الريلاكتنس جاب زائد الريلاكتنس بي بتاعه الريلاكتنس جاب زائد الريلاكتنس بتاعه الكور، يا اما اللي انت تروح تفكر في حاجه اللي انت تجيب الاتش في ال لكل حاجه. يعني هنروح تجيب الاتش جاب في ال بتاعه الجاب زائد الاتش كور في ال بتاع الكور. كده انت قدامك حلين تقدر اللي احنا نمشي فيهم ومفيش اي مشاكل عشان اجيب الماجنيتو موتو فورس توتال. وبالتالي فاحنا دلوقتي الراجل بيقول لك ممكن تستخدم الماجنزيشن كيرف اللي هو 1.5، طالما ذكر ومعنى ذلك ان هو بيحبز ان انت هتشتغل بطريقه الاتش والال. سواء انت مشيت من هنا او مشيت من هنا، انت في قيمه هتجبرك ان انت لازم ترجع للجدول. ازاي بقى؟ هو انا ممكن في الطريقه ديت اجيب الار جاب ما فيهاش اي مشاكل، ايه اللي جاب معايا على الاي جاب معايا على الميو بتاعت الهوا. طب اما اجي في الكور، ايه اللي كور معايا والاي كور معايا، هل معايا الميو بتاعت الكور؟ هتقول لي لا، فانت تضطر ان انت تروح تجيب بي على اتش، ولو جيت تمشي من هنا برضو معكش الاتش بتاعه الكور. ففي الحالتين انت محتاج تخش الجدول. الجدول بتاع 1.5 ده بيعرفنا ان الماده بتاعتك هي شيت ستيل. انا حبست ان انا اشتغل على جدول 1.3 لانه هو اسهل واسرع في ان انت تجيب الجدول. طالما انا عرفت ان الماده شيت ستيل فمفيش مانع ان انا اروح جري اروح ان انا اجيب منها القيمه على طول، فمش فارقه بالنسبه لك. لان لو جدول 1.3 لو 1.5 لو تفتكر كانت لازم تحول القيمه قبل ما تخشه عن طريق اللي انت تضرب في 97.5 او تقسم على 97.5، قلناها في الفيديوهات السابقه. فاحنا هنمشي على الطريقه اللي هي بتاعه الاتش في ال. فنيجي على الصفحه الثانيه كده ونبتدي واحده واحده. كل اللي انا هقوله هقول ان الاتش جاب في ال جاب زائد الاتش كور في الار في ال كور، ده كله بيساوي الماجنيتو موتو فورس. عشان اسويه دي بقى في الان في الاي، وطالما انا جبت الاي ومعايا الريلاكتن الريزيستنت اعرف اجيب البطاريه بتاعتي. فايه معايا وايه مش معايا؟ الاتش جاب سهل اللي احنا نجيبه، سهل اللي احنا نجيبه ليه؟ تقول لي الماجنيتو موتو فورس بتاعه الجاب هتبقى عباره عن، انت عند حضرتك الماجنيتو موتو فورس بتاعه الجاب هي عباره عن اتش جاب في ال. طب تمام، انت معاك الاتش جاب؟ لا ما معكش الاتش جاب، بس ما اعرف نجيبها لان الميو في الجاب هي ميو اير اللي هي عباره عن بي جاب على الاتش جاب. من هنا نعرف نجيب الاتش جاب ليه؟ لان انا معايا البي في الجاب اوريدي. البي في الجاب 1.2 نقسم على 4 باي في 10 اس سالب 7، كده انا جبت بالنسبه لك الاتش جاب اللي هتطلع معاك الناتج 9 5 4 9 2 9 6 6
امبير ترن على متر، دي وحده الانتنستي بالنسبه لك. خلاص انا عرفت اجيب الاتش جاب، يبقى انا عرفت اظبط الترم ده معايا، والال بتاعت الجاب كان مديها لي ان الال بتاعت الجاب في المساله كان قايل لك ان هي عباره عن 11 من 100 سنتي، فانت عرفت تجيب الترم ده. ناقص اجيب الاتش كور في الال كور، انا معايا الال بتاعت الكور كلها، الراجل مديها لي 52 سنتي، خلاص معايا ده، ناقص اجيب الاتش كور. يقول لحضرتك انت دلوقتي برضو هو الفاي اللي ماشي في الجاب ده مش هو الفاي توتال؟ تقول لي اه. يعني انا دلوقتي معايا الفاي توتال، ولو معايا الكروس سيكشن اريا، يعني لو اقسم على الايه، فانا جبت كده بالنسبه لك البي بتاعت الكور، فالبي بتاعت الكور هتطلع عباره عن الفاي توتال اللي احنا لسه مطلعينه، اللي هو 2 1 6 في 10 اس سالب 3، نقسمه على الكروس سيكشن اريا بالنسبه لحضرتك اللي هو 18 سنتيمتر تربيع، هتطلع نفس الناتج بالنسبة لحضرتك اللي هو البي بتساوي 1.2 تسلا. وهي في البداية كده، طالما ان انت حضرتك الفاي ثابت والكروس سيكشن اريا ثابتة، فالبي كور هي هيها بالنسبة لك البي جاب. طب الواحد واتنين من عشرة لما اجي اخش الجدول ده، الجدول اهو بالنسبة لك فيه التلات مواد، انا عرفت ان هو شيت ستيل ليه؟ لان قال لي كان في المسألة اخش على جدول واحد خمسة، انا بحس احب اتعامل مع واحد تلاتة اسرع في اللي انت تجيب القيم من عليه. فانت عند حضرتك انت عايز تخش بالواحد واتنين من عشرة، ده واحد ونص وواحد وما بينهم 10 قيم، يعني كأنك بتقول واحد ونص ناقص واحد على 10، فتطلع ان القيمة اللي انت هتزود فيها اللي هي 5 من 100. طب 5 من 100 يبقوا الاتنين بواحد من عشرة، فادي واحد من عشرة وادي الاتنين من عشرة، فادي واحد واتنين من عشرة، دخلت عشيت ستيل ونزلت لقيتها برضو ده 0 و500 وهم 10 مربعات، يبقى ده 450، ده 400، طلع الاتش هنا بتاع الكور بي 400 امبير تيرن. خلاص الموضوع اتحل، يبقى انت تعوض بس الاتش جاب اللي هو 9 5 4 2 9 2 9 في ال جاب 11 من 100 في 10 اس سالب 2، زائد الاتش كور 400 تضربه في ال كور 52 في 10 اس سالب 2، ده كله بيساوي ال ان في الاي، ومن هنا نعرف نجيب الاي. فتطلع الاي بالنسبة لحضرتك هي عبارة عن 15 4 5 امبير. كان عايز البطارية، يبقى نضرب الرقم ده في المقاومة اللي عند حضرتك، يطلع لنا البطارية 988.8 فولت. أنا أكتفي بالمسألة ديت ونكمل في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً.